استاذ محمد مهدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريس، أهلا بيك وأهلا بكل متابعينك الكرام. يا ترى الأول ذكرنا الرقم صح ولا في زيادة ولا نقصان؟ 65 مليون جنيه. 65 مليون جنيه. الرقم ده بيفكرك بحاجة يا محمد؟ فاكر مصر لما كانت 65 مليون نسمة؟ خلي بالك، لو كل واحد من ال 65 مليون دفع جنيه هنجمع ال 65 مليون. لو طيب، عموما نظرا لجدية الامر، لان انا ايه مش عايز اقلب ضحك عشان الضحك ما يعني النهارده صعب شويه، لان الامر جلل. اليك التفاصيل، وانا عارف انك انت من العصر بتجمع معلومات بعيدا عن الاجتهاد، عشان كثر الكلام وكثر اللغط في موضوع القيد وإيقاف القيد وكلام كتير جدا وما عارفينش الحقيقة فين. اتفضل يا فندم. ماشي يا ريس. بص يا ريس، الموضوع ليه شقين. أولا، الزمالك موقوف من قبل الفيفا لفترتين قيد، هي فترة الصيف دي وفترة الشتاء، بسبب القصة بتاعت اللاعب حسام أشرف، اللاعب الشاب بتاع نادي الزمالك اللي وقع على أحد الأندية خارجيا ثم وقع للزمالك، فبالتالي ان الزمالك موقوف لفترتين قيد. الزمالك تقدم باستئناف ولسه حتى الان يتم نظر الاستئناف، وحصل قبل كده مع انديه والفيفا وقفت مع الانديه رفعت القيد، وفي انديه ما اترفعش معاها، وكان منها نادي تشيلسي الانجليزي برضه كان في فتره كده برضه تم ايقاف القيد وقدموا استئناف وتوافق. فالقصص ان الفيفا توافق او ترفض للزمالك دي لسه في المحكمه، القرار لسه ما طلعش، ولكن القرار موجود بايقاف القيد للزمالك فتره الصيف وفتره الشتاء. لذلك الزمالك لحد ما يجيب خطاب من الفيفا انه مش ممنوع من القيد مش هيقدر يأيد ولا صفقه جديده. احنا بنتكلم عن الصفقات الجديده اللي الزمالك اتعاقد معاها، مش بنتكلم عن الاعارات، عشان في ناس النهارده حصل فيها لبس والناس قالت ان الزمالك ممنوع من القيد الصفقات الجديده وممنوع من الاعارات كمان، يعني اللعيبه اللي راجعه اعاره، اذا اتكلمنا عن مصطفى فتحي، اتكلمنا عن سيسيه، اتكلمنا عن محمد صبحي، عن اخرين اللي جايين اعارات، دول الزمالك من حقه ان هو يأيد الاعارات دول، محمد ونجم من حقه ان هو يأيدهم. ولكن الصفقات الجديده اللي هم الثلاث صفقات اللي الزمالك ابرمهم، عمر كمال عبد الواحد، محمود شبانه، حمد النقاز، الزمالك ما يقدرش يأيد الثلاثه دول غير لما يجي جواب من الفيفا يقول لاتحاد الكوره خلاص الزمالك مش ممنوع من القيد، ايد له الصفقات الجديده. ده موضوع الفيفا. الموضوع الثاني الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم، الزمالك مديون ب 65 مليون جنيه متاخرات عليه من المجالس السابقه واللجان السابقه. اتحاد الكوره عشان يحل مشكله الزمالك وافق له في القايمه الاولى زي ما بيقول، عشان خاطر لانه لو ما ايدش لعيبه الزمالك في القايمه الاولى مش هيبقى في حاجه اسمها نادي الزمالك، مش هيلعب في السيزون الجديد، وايضا لعيبته ان هي من حقها ان هي تمشي فري في اي وقت. فاتحاد الكوره عشان يحل القصه سجل للزمالك في القايمه الاولى، مع الوعد من اداره الزمالك او من اللجنه الحاليه برئاسه حسين لبيب انه الزمالك يسدد المديونيه اللي عليه، يقسطها ويأيد الاعارات الجديده ويكمل السيزون. الاتفاق كان على 10 مليون جنيه اول دفعه يدفعها نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب قال انا معايا 8 مليون بس، دول موجودين في خزنه نادي الزمالك ندفعهم لاتحاد الكوره ونحل القصه. اتحاد الكوره تمسك بال 10 مليون، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق ال 2 مليون ده. الوضع حاليا كارثي، الزمالك ما عندوش ال 8 مليون وما عندوش ال 10 مليون عشان يدفعهم لاتحاد الكوره، وده كلام من لسان يعني اكبر راس اتحاد الكوره حاليا، يعني ما عندوش اي فلوس. منذ ايام حسين لبيب تواصل مع المهندس احمد مجاهد وقال له ان احنا هنعمل نجمع تبرعات من جمهور نادي الزمالك ونجمع ال 10 مليون نجيبهم لاتحاد الكوره وتسمحوا لنا ان احنا نأيد الاعارات الجديده ونكمل السيزون. القايمه الثانيه يعني نسجل الاعارات في القايمه الثانيه، لو جه جواب من الفيفا قبل انتهاء فتره القيد اللي هي 7 اكتوبر خلاص هنأيد الصفقات الجديده، ما جاش خلاص هنعيرهم ويرجعوا لنا في يناير او في الصيف اللي جاي. اتحاد الكوره قال له تمام هات الفلوس وتعالى. بعدها بايام حسين لبيب اتصل بالمهندس احمد مجاهد وقال له ان احنا ما عندناش فلوس، طب فين فلوس التبرعات؟ قال له فلوس التبرعات احنا بنجمع عشان خاطر نحل مشكله اشرف بن شرقي ونسد ونجدد لاشرف بن شرقي، فبالتالي حتى فلوس الاعانه او التبرعات مش هتبقى، مش هنديها لاتحاد الكوره. فاتحاد الكوره قال له خلاص مش هتجيب الفلوس، مش هنأيد الاعارات في القايمه الثانيه،
وبالتالي ان الزمالك هيبقى عنده مشكله كبيره. ده الوضع حاليا، الزمالك عنده مشكلتين مع الفيفا ومع اتحاد الكوره. الازمه الثالثه ان النهارده جروس خد حكم على الزمالك ب 700 الف دولار. لا هو موضوع جروس فضيحه، انا مش عايز اتكلم فيه دلوقتي، خليني بس ارتب حاجه حاجه، لان موضوع جروس ده انا زهقت من التماثيل اللي بتتعمل لي في البلد. انا يا جماعه انا خلاص يعني حسيت ان التواضع ما عادش ينفع، انا عايز اعيش في برج من الكبرياء والغرور. يعني انا قلت للواد علاء سمعني يا علوه كده بتقول لي، قال لي المحامي، قلت له يا ابني المحامي ما بتقطش، قال لي لا اصل نصر عزام والد عمك الحاج محمود ابو عزام قابل مش عارف مين بتاع مش عارف ايه. طب انا يا جماعه افضل ادي كده الناس على قفاها؟ والله العظيم انا زعلان، يا انا بصراحه محتاج ان انا ابعد عن الاعلام فتره، لاني عليا ان انا الم نجاحاتي الاول يا محمد يا مهدي. لم يا باشا براحتك اللي انت عايزه. يعني انا محتاج ان انا ابطل برامج بصراحه، انت تأيدني في القرار ده؟ ابطل الم لا 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 الم لا حقي، في هذا القرار الم حقي من السوق يا حماده. يا باشا لم حقك من السوق ونتبرع بيه لنادي الزمالك. هو لو اتبرع ليه زمالك ابويا؟ اتبرع للغلابه؟ اكذب عليك؟ اجاملك ولا عشان حد؟ فضيحة فضيحة والله من العيار الصقيل يا بيه. بعد اذنك بس بعد اذنك، عشان الناس تعرف كم الفضايح اللي جاي. واحد يقول لك ايه، هو انت ما وراكش غير الزمالك؟ طب يعني احتراما للناس مش هرد عليك يا ابني. النهارده الحكم طالع وان واي، لان محامي الزمالك ما حضرش. دي فضيحة اهو، بقول لك على مسؤوليتي، محامي الزمالك لم يحضر عشان ليه فلوس في النادي. اذا ما كانش حد قال لكم كده انا بحلل لك اهو. محامي الزمالك لم يحضر في قضية جروس عشان ليه فلوس عند نادي الزمالك. ابعت الكراتين يا بيرزي. لا لا اني مولته ولا طب لو كرتونتين مولته حتى كان نعرف نبلع واحنا بنتكلم يا مهدي. اي حاجه كرتونتين مولته حتى حاجة للبيت يا جماعه، كرتونتين مولته. هيبعت ايه يا عم؟ بدل ما يبعت كرتونتين مولته كان بعت المحامي يشوف موضوع جروس ويحل القصه. حلوه يعني. وكان بعت المحامي مع مولته برضه في المحكمه الدوليه، كان فرق هناك يا باشا. والله المحامي لو راح بالمولته لجروس كان خد المولته حتى يقف بيهم يبيعهم في البرتغال ولا في سويسرا، ويعمل له يعني يلم الفلوس بتاعته. انا بقول لك اهو، عشان كده بقول لك ايه، اديك عرفت الفضيحه الاولى اهو، ال 65 مليون ومفيش قيد لفترتين، واخد بالك انت؟ نيجي الموضوع جروس، جروس كسب النهارده 700 الف دولار ومحامي الزمالك لم يحضر عشان مش قبض الفلوس. نخش في الموضوع الثالث، المشاركه الافريقيه. ماذا قال لك الاخوه المسؤولين لما كلمتهم في الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري؟ يعني من كرم ربنا على نادي الزمالك انه المشاركه الافريقيه، الخطاب اتبعت في شهر 8 اتبعت فيه اسم نادي الزمالك، لو اتاخر شويه كان اسم نادي الزمالك ما راحش، وبالتالي ما كانش هيقدر يشارك في النسخه اللي جايه من دوري ابطال افريقيا اللي هي هتبدا يعني بعد 10 15 يوم دي. بس الزمالك خلاص من حقه يشارك في النسخه دي بالقايمه اللي موجوده كده كده، مفيش صفقات هتتأيد لو ما جالوش حكم من الفيفا. لو الزمالك ما حلش مشكلته مع الفيفا السنه الجايه مش هيشارك ابطال افريقيا. يعني احمد مجاهد قال لك الزمالك السنه دي في الامان، ولكن عشان يشارك السنه الجايه عليه انه يحل كامل المشاكل. بالظبط، كامل المشاكل، كامل المشاكل، كامل الاوصاف. يعني ما فيش ولا مشكله تتعلق. لا لا، حل كل مشاكلك مش انت كويس. اصلا الزمالك بقى في البلاك ليست عند الفيفا، انت عارف لو حد مثلا شاي من الشارع كده راح خاطب الفيفا هي 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 هيعور هي الزمالك. خلاص انت بقيت يعني، انا بقيت سواد بالعربي، انت بقيت سواد عند الفيفا، 20 قضيه و30 مدرب و20 لاعب ولا اخر، وانت بقيت سواب وانت قدام الفيفا انك انت خلاص قايمه سوداء، بتنصب على اللعيبه، بتنصب على المدربين، المحامين بتوعك اصلا ما بيروحوش يحضروا الجلسات. ده كله خلاص انت بقيت سواب قدام الفيفا، اي حاجه هتروح للفيفا هيقيد فيها نادي الزمالك وش، حتى لو انت معاك حق من الاخر يعني. فانت لو ما حلتش القصص دي كلها وطلعت نفسك من القايمه السوداء، هيتبعت خطاب للاتحاد الافريقي، يا جماعه النادي ده خلاص ده قايمه سوداء، طلعوه من البطولات الافريقيه لحد ما يحل مشكلته، وبعد ما يحل مشكلته يرجع يلعب تاني. طيب الزمالك لحد معاه سنه لو ما حلش اموره مع الفيفا هيلعب محلي دوري وكاس مصر وتعشت.
طيب الاتحاد الافريقي هيأيد اي حد للزمالك افريقيا زي سيف الجزيري الصفقات الجديده لو اتحلت المشكله بتاعت القيد في مصر؟ لو اتحلت في مصر الاتحاد الافريقي هيأيد اللي هي الاعراض لكن مش الصفقات الجديده. ازاي؟ يعني الصفقات الجديده شبانه مثلا، يعني الزمالك جاب ثلاثه دلوقتي، شبانه، حمد النقاز، ومين الثالث؟ وعمر كمال. هو سيف الدين الجزيري؟ لا، ما هو سيف اعاره وبتتجدد اعارته. تمام. فسيف ما عندوش مشكله، مصطفى فتحي ما عندوش مشكله، محمد ونجم ما عندوش مشكله، سيسي لو رجع ما هيبقاش عند الناس اللي راجعه اعارات من بره لنادي الزمالك، دول مشكلتهم في الاتحاد الكوره. لو الزمالك دافع الفلوس لاتحاد الكوره اللي هم ال 65 مليون او قسطهم او جدولهم، مشكلتهم هتتحل وهيتأيدوا يلعبوا بقى محل، يلعبوا افريقيا براحتهم. الثلاثه التانيين الصفقات الجديده او الصفقات اللي لو الزمالك عملها، دول مش هيلعبوا لا محل ولا افريقيا ولا اي حاجه، غير لما يجي خطاب من الفيفا يقول لاتحاد الكوره خلاص احنا يعني شلنا المنع عن نادي الزمالك وايدوا له الصفقات. فالزمالك في الفتره دي لو ما جالوش الخطاب بتاع الفيفا، الثلاث صفقات الجداد دول هيبيعهم للانديه او يعيرهم، يبيع او عرب راحته على حسب ما يتفق مع الانديه بتاعتهم. يعني ممكن يعيرهم سنه ويرجعوا له بعد سنه هم الثلاثه. حد بيقول لي احمد مجاهد ارسل للاهلي خطاب يطالبه بسداد ما عليه اتحاد الكره، والزمالك بقاله سنين عليه ديون محدش بيطالبه بملي. ما حصلش الكلام ده. في فتره القيد يا صديقي بيرسل الاتحاد لكل الانديه انك قبل القيد سدد اللي عليك. حصلش الكلام ده، بيتبعت للاهلي وللزمالك. ده جواب اسمه بيتبعت لكل الانديه لانه خلي بالك اسمه خطاب. انا بس برد على الاخ، دي معلومه غلط. ده اسمه خطاب دوري، وبناء عليه الانديه بتروح تجدول وتخلص موضوعها كل الانديه. والزمالك اتفق، لكن اتصل بيقول لك من يومين باحمد مجاهد قال له ما قدرتش اجمع، قال له ما انت قلت لي اجيب 10 12، قال له ما انا لازم اخلص مشكله اشرف بن شرقي الاول، قال له خلاص وانا حتى المعارين مش عايدهم لك. احنا خلي بالك ونؤكد ان احنا بنقول اللي حاصل حتى الان، لانه ده قابل للتغيير كل لحظه. حتى الان يقيد الزمالك لاعبي افريقيا ولا يقيد الجدد ولا المعارين. حتى الان الزمالك ليس له حق القيد محليا الا بخطاب جديد من الفيفا، لان القضيه مستأنف عليها، وبناء عليه لو سمح الفيفا، لان السيستم دولي. كان محدش يقول لك احمد مجاهد بيجامل ولا يقدر ولا ليه لازمه. السيستم بيفتح دوليا وكل نادي بيدخل على السيستم من تلقاء نفسه. الزمالك السيستم مش هيتفتح له الا لو الفيفا بلوك يا باشا، معمول له بلوك ما يتفتحش. ايوه، ما عشان بس بفهم الناس ان احمد مجاهد بره الليله. لا لا لا، ما فيهاش هزار ولا حد يقدر ولا مجاهد ولا غير مجاهد. ايوه، السيستم دولي على الكل. ايه، خلي بالك انت دلوقتي بيخش موظف النادي على السيستم بتاعه، لقي في بلوك يروح يشوف المشكله ايه، لغايه ما تتحل المشكله هو بلوك. بس عشان تبقوا فاهمين، واللي بيقولوا لمحمد مهدي هو فصل الخطاب عشان عمر ربيع ياسين قاعد يهبد ومش عارف مين قاعد يهبد، وبعد كده واحنا اصحاب الانفراد اصلا من 6 شهور واتشتمنا. ولكن احنا بنشكر الكابتن حسين لبيب انه رفع من اسهمنا وخلى الناس تثق فينا اكتر، لاني خلي بالك وبقولها لك على مسؤوليتي، لولا ان حسين لبيب اتكلم ما كانش هيجرؤ اتحاد الكوره يفتح الملف ده. ولا انا غلطان يا مهدي؟ لا يعني لو جيت الامانه، مش قصه يجرؤ انهي موضوع فيهم، موضوع الفيفا ولا موضوع الاعارات؟ موضوع الفيفا كده كده اتكلم ما اتكلمش، ما اتحاد الكوره جاي له بلوك على نادي الزمالك فما يقدرش. طيب الاستاذ موضوع الاعارات كان هيمشي من تحت لتحت. الاستاذ علاء حمام بعت لك رساله بيقول لك الزمالك سدد 12 مليون بعد فوزه بالدوري، والرقم السليم 53، والله ال 65 ده رقم اللي قاله احمد مجاهد لمحمد مهدي. 65 مليون جنيه الزمالك ما سددش ولا جنيه يا باشا. ما انا بقول لك اهو، انا علاء بعت لك رساله بيقول لك الناس في الزمالك يعني بلغوك او كانوا بلغوه انهم سددوا 12 بعد الدوري. لا لا، ما سددش حاجه بعد الدوري. الزمالك كان بيتخانق مع احمد نوير عشان موضوع شيكابالا، ما كانش فاضي يسدد ولا يعني. لا انا بس عايز اقول ان الرقم انت جايبه من واقع الاوراق مش اجتهاد. بالظبط.
ايوه بس عشان النهارده احنا من العصر في الموضوع ده مع اتحاد الكوره، وبعد كده على همام انت مالك انت، دي فقره اتحاد الكوره، انت مالك انت؟ انت ماسك الزمالك، لما تدخل تتكلم عن الزمالك احنا مالناش دعوه بيك، لكن دي فقره اتحاد الكوره. كان ربنا كرمه وخلص موضوع الفيفا. لا مش عايز حقد من الزملاء. لا لا مفيش حقد ان شاء الله، عليا اخويا يا الكبير. بي انا هنا الليدر، انا مش راس كرومبا، الليدر براحتك يا باشا، انت الكابتن انا مش راس كرومبا يا عم الحاج. يا عم، انت بتكلمني انا ليه؟ كلمه هو. ما اقدرش لما بيجي. الكفايه اللي فيه يعني صاحبي، ما عنديش دم. لا على صاحبنا وحبيبنا واللي هو عايزه يعني، عايزنا نسدد ال 65 مليون كلهم نسددها. يا عم احنا لاقيين نجيب شيبسي للعيال، انت هتقعد تمرق بقى في الليل والسواد اللي احنا فيه ده. يعني نعتبر نفسنا سددناهم يعني. اه والله بجد، ما انا بقول لك في الاخر خالص، خد يا عم على مسؤوليه الشخصيه في الاخر خالص، حتى لو الزمالك ما دفعش ولا جنيه تعرف تقول اه يا جا. اتحاد الكره هيمشي له الموضوع. تعرف تقول اه يا قلبي يا كتاكت يا ما انت مليان وساكت. والله لو ما دفع ولا جنيه اتحاد الكره هيمشي له الموضوع في الاخر. وهيسيب الفلوس وبيدفعهم بقى حين ميسر. عندك ثقة في الموضوع ده يعني؟ جدا. عندك ثقة؟ اه بس هيحلوا له المشكلة بتاعت الإعراض دي، لكن مشكلة الصفقات الجديدة ولا محدش يقدر يلعب له فيها من تحت لتحت ولا من فوق لفوق. لأن ده سيستم دولي. بالظبط، اه محدش يقدر يلعب فيه، لكن الموضوع الثاني ده سهل يعني، الناس مزنوقة ومعهاش فلوس، فهنأجل الفلوس لشوية يعني. طيب يا جماعة، أعتقد يا جماعة إحنا كده يعني، حد عنده سؤال في هذا الملف؟ احنا كده اجبنا لكم على موضوع الساعة عشان تبقى الامور مظبوطة. طيب قول لي يا باشا، نروح انسحابات نروح بالجملة في رابطة الاندية، وصدمة كبيرة للناس ودعاة الاصلاح طبعا. وارجع تاني واقول اعملوا لي تمثال، قلت ايه امبارح واول امبارح؟ الثورة اجهضت. يا سلام يا عبد الناصر لما تكون سابق الزمن. انا بصراحه انا مغرور، انا بصراحه يا محمد يا مهدي، عارف امبارح انا قلت يا محمد، واول امبارح قلت لقد اجهدت ثوره التصحيح في اتحاد الكوره، والامور رجعت ريما لعادتها القديمه. الناس برضه ما يعملوش انتخابات يا عم اسمع، انا قلت المخطط، وقلت الناس المعينه في اللجان محللين، وقلت عصام عبد الفتاح مش هو الاصلح، وقلت كل حاجة. عارف النهاردة كل اللي قلته حصل، انسحابات أحمد دياب انسحب من الترشح، عامر حسين انسحب من الترشح، محمد فضل انسحب من الترشح، ده الملف بتاعنا. وأرجوكم اقروا الفتحة على اتحاد الكورة، اقرا الفتحة والنبي، فاكرين احنا قرينا الفتحة على مين؟ على مجاهد ووجيه، وقلت لكم خلاص برضه أحدث فتحة، بس اقروا الفتحة على الكورة. أنا بقول لكم أهو اقروا الفتحة على الكورة، ومعاها اقروا الفاتحة لأبو العباس. يا ولاد بلدنا يا أجدع ناس يا جماعة، فليحيا التعجيص، فليحيا الفساد، فليحيا الخراب. انسوا انسوا انسوا، أجهضت. يا عم بلاش تبقى متشائم كده. لا بالعكس، أنا واضح مع جمهوري، الناس اللي بتتفرج عليا دي عارفاني. وماجد نجاتي المهندس ماجد نجاتي انسحب، انا راجل صادق مع جمهوري. هيصه هيصه وهيصه، فليحيا هانا بريده. يا جماعه ده جامد قوي يا جماعه، عليا النعمه ممكن يقطع النور عن بيتنا، اقسم بالله يقطع النور والانترنت يا اخي. لا يبقى انت ما بتدفعش الفاتوره بقى، ما لا 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 لا، حتى لو دفعت انا عارف يا بيه، انا هو عيب ان انا اعترف بده؟ ممكن يمنع الزبال ما ياخدش الزباله، عم اسمه ايه ده اللي بيجي لنا؟ لا لا تساءل خيرا والله. وغيصه واحد بيقول لي انا مش معاك في السواد اللي انت فيه ده. واحد بيقول لي صوتك بسم الله ما شاء الله في الغناء شاذ، مش عايز اقول لك رد عيب عشان معانا اسر. أنا صوتي أحسن من صوت اللي جابوك، بس هذا ما أستطيع أن أقوله احتراما للناس. اتفضل يا أستاذ محمد، قول لنا هذه الانسحابات، والحمد لله الثورة فشلت. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا باشا. طبعا النهارده يعني انسحبوا، بس احنا كنا قايلين قبل كده ان الانتخابات اصلا. اي ما احنا انفردنا بالكلام ده.
ولكن انه يعني انا مش معاك في السواد ده، لانه يعني في حاجات تانية بتحصل. انه الانتخابات بتاعت بكره دي لو اتعملت كانت هتبقى غير صحيحه، واي حد يقدر يقدم شكوى ويلغيها في ثانيه، لانه هي ما ينفعش تعمل انتخابات للرابطه وانت اصلا لسه ما اعتمدتش اللائحه. ثانيا انت ما حطيتش في اللائحه الشروط اللي تقام عليها الانتخابات، فبالتالي اي انتخابات في الوقت ده اسمها ضحك على الدهون. انا انتوا قمتوا عليا كجماعه عموميه وعملتوا ثوره وغيره، فانا طلعت قرار بان احنا نعمل يعني تعالوا اعملوا انتخابات للرابطه. جيتوا بكره وعملتوا انتخابات للرابطه. طيب بعد اسبوع نقر اللائحه الجديده ويتم اعتمادها ونشرها في الجريده الرسميه، الانتخابات دي بقت باطله ونبدا من اول وجديد، لانه في شروط وفي ناس من المرشحين اللي اتبعتت اسمائهم لا تنطبق عليهم الشروط، عشان في شرط مهم جدا انه كان لازم يبقى عضو مجلس اداره سابق في احد الانديه. ففي ناس ما كانتش عضو مجلس اداره سابق في احد الانديه، فبالتالي ده يتشال. فطالما ما فيش شروط واضحه مثبته في اللائحه ما تقدرش تعمل انتخابات. بتاعت بكره دي كانت لعبه عيال كده بيتعمل. فالناس دول فطنوا مؤخرا للقصه وما رضوش يدخلوا في العك اللي شغال ده، وفضلوا الاعتذار والانسحاب لحد ما تتعمل الجمعية العمومية غير العادية اللي الأندية قالت عليها، ويتم اعتماد اللائحة من قبل فيفا ومن قبل الاتحاد المصري واللجنة الأولمبية، وتتبعت للسيد وزير الشباب والرياضة ويأمر بنشرها في الجريدة الرسمية. بعد كده تقدر تعمل انتخابات للرابطة، تقدر تحدد موعد الانتخابات. فآه دلوقتي في مشكلة كبيرة وفي انسحابات وفي الناس بقت يعني عندها سواد زي ما حضرتك اتكلمت كده، ووضح السواد عليك يعني والاستياء وإن الثورة فشلت. ولكن الأيام القادمة هتشهد مفاجآت من العيار الثقيل. وهي؟ جمعية عمومية هتتعمل، سيتم تحديد الانتخابات، انتخابات اتحاد الكرة، سيتم تحديد انتخابات للرابطة بشروط واضحة وصريحة، وهيتقدم ناس يعني الشروط تنطبق عليهم، وهيتعمل انتخابات الرابطة وهيتعمل انتخابات اتحاد الكرة، وقد يتم تغيير ناس من اللي تم اختيارها خلال الايام اللي فاتت. يعني اليومين اللي فاتوا اتحاد الكوره اعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه حكام، اعلن مش عارف المستشار محمد عبده رئيس لجنه التظلمات، اعلن كذا. الناس دي قد يتم تغييرها في الفتره القادمه. يعني جانب من اللي انا بقوله سليم، والجانب اللائحي سيتم تعديله. الجانب اللي انا لا الجانب اللي انت بتقوله ده كله سليم 100%، ما ده الواقع اللي حاصل دلوقتي. انا بس بتكلم برؤيه مستقبليه شويه. فاهم. الجانب اللائحي الدقيق في التنظيم. بالظبط. ماشي، انت ده ملفك وانت ادرى بيه، ومش عيب ان انا اقول انا بجتهد، ولكن انت متخصص في الملف واحترم اجتهادك، والناس بتحترم انك انت بتسبق بخطوه، وده واضح، ومش عيب ان انا اقول لك يعني انت ادرى يعني. ولا يفتى ومالك في المدينه، مهما كانت انا عندي من علاقات، ولكن انت في المطبخ وداري بالملف وانت ادرى. يبقى اذا الجانب اللي احنا انفردنا بيه بتاع ان الثوره ماتت، ولكن ليست خراب على الكوره، وانما هناك استعداد لثوره جديده منظمه يكون لها قائد. انا فهمت كده صح؟ صح، بس عشان بس ومطابقة للوائح والقوانين. أنا عامة يا جماعة بنقول لكم الأحداث بحبلها بترابها بطينها. أنا لا أجمل صور، ولست مطلوبا أن أغسل سمعة الأحد. الوضع كما هو، ده الوضع بتاع اتحاد الكوره. والنهارده الملف بتاع اتحاد الكوره كان يعني جامد جدا، ومحمد مهدي اجاب بشكل اكثر من رائع في الملفين، الثوره التي اجهضت بتاعت الاصلاح ولماذا، وموضوع القيد بتاع الزمالك من طقطق. السلام عليكم. طيب عندك اي اضافات في اي حاجه تانية قبل ما نسيبك؟ لا، عندي بس جزئين. اول جزء خاص بالمنتخب الوطني، بكره ان شاء الله الصبح في جلسه بين كارلوس كروش وجهاز المعاون، وهيشوفوا في مصير مصطفى محمد، وقد يتم الاكتفاء بغرامه ماليه تغريمه ماليا على الحركه اللي عملها مع حسام البدري، لان هم لقيوا ان الجهاز اللي فات
ما سابش قرار باستبعاد مصطفى محمد من المنتخب او اي شيء، فبالتالي هم هيقعدوا بكره يقرروا مصير مصطفى محمد، والقرار الاغلب ان هو تغريمه ماديا واستدعائه للمعسكر المنتخب القادم، وايضا سيتم بكره بس الاعلان بس بس احنا اعلنا اعلنا امبارح وكلنا سبق ان هم بلغوا الكروش انه ما تعملش حساب مصطفى محمد معاك، وهكذا جاءتنا من الكواليس. ده يبقى تغير في المواقف، تغير في المواقف. ما انا بقول لك بسبب انه يعني كانوا معتمدين على انه الجهاز اللي فات بقياده حسام البدري سايب قرار انه يتم استبعاد مصطفى محمد من المنتخب. ماشي يعني يا استاذ محمد، يعني دلوقتي يعني. انا اسف، ولكن هم اكتشفوا انه يا بعد اذنك ماشي بعد اذنك انا اسف يا جماعه في اللفظ، يعني دلوقتي احنا اكتشفنا ان التفه كانت على حسام البدري، فكروش مالوش دعوه بالتفه دي يعني؟ ما خلاص، ما هو تفه لحسام البدري وحسام البدري مش أنا آسف يا جماعة في هذه الألفاظ القذرة، ولكن هو حالنا قذر، فبنستدعي ألفاظ قذرة تعبر عن الحال الأسود اللي إحنا فيه. مش أنا إمبارح يعني مش أنا إمبارح قلت لكم الموضوع شغال بنظام المطيبتية والقعدات اللي ملهاش أي 60 30 لازمة، كان يبقى عندي مساحة للخراب اللي إحنا بنسمعه ده. إمبارح كان في قرار إيقاف، النهاردة الحاج محمد بيقول لك احتمال يستدعوه. اتفضل، مش أنا قلت لك ده إمبارح؟ قلت لك ما هو ما طلعت ليه بيان كان يسيب هذه المساحه بالظبط، لان الناس شايفه انه دي بدايه عهد جديد مع كروشي، فمش عايزين يطلعوا الولد من حسابات المدرب بدري، وانه يبقى يكتفي بالغرامه الماليه ولفت النظر، وان الواد يبقى موجود في بدايه المعسكر مع كروشي، بحيث ان هو هيعتمد عليه كمهاجم اساسي، يعني ما يفقدوش، خصوصا ان احنا مزنوقين في ماتشين ليبيا يعني. ده الاتجاه، وبكره سيتم الحسم الموقف بشكل كبير، واعلان قائمه المحترفين ومقابله الانديه بالخارج، انه المحترفين يبقوا موجودين قبل المعسكر القادم ان شاء الله. طيب ماشي، اوكي، اشكرك يا استاذ محمد.